السلام عليكم. في هذه الكابسول بغيت نبارطاجي معكم واحد لا تكنيك اللي كنستعملها في لا جيسيون ستريس. كيف ما كتعرفوا ستريس من بين اهم اسباب في الوفيات ديال الناس. الوغ هذه التكنيك مقسمه على اربعه مراحل. المرحله الاولى سي اكسبتي، دونك فين ما كنحس براسي بان بداو لي زورغان ديالي ولا لو كور ديالي كيحس بالستريس، كنأكسبتي بان ستريس بدا كيبان المفعول ديالو، لان ستريس ما كيساليش، كيبدا من الاول معاك من الصباح ولا من البارح في الليل ولا شاك جور راه معاك ستريس. ثاني حاجه جو مو كام، يعني كنمشي كنقلب واحد البلاصه اللي كنتكالما فيها باش انني نكالم هذاك النيفو ستريس ونهبطو للستريس اوبتيمال اللي نقدر نعيش فيه. المرحله الثالثه هي اكسبريمي، يعني كنمشي وكنكسبريمي علاش داك ستريس مع داك الناس مع داك لاسوسياسيون باش نخرج داك الشيء اللي عندي الداخل. والمرحله الرابعه هي اللي بزاف الناس ما كيستعملوهاش، سي ديكودي، باش نعرف المره الجايه ملي نطيح في داك لاسوسياسيون خصني نكون مجد ليها باش ان لو نيفو ستريس ديالي يبقى ديما اوبتيمال. السلام عليكم.